بعد انتشار قصة طالبة علا رفعت، مؤسسة صناع الخير أعلنت بي تكفلها بمصروفات الطالبة الأولى على الإعدادية بالبحيرة لاستمرار تفوقها واستكمال مسيرتها التعليمية. معانا على الهاتف الأستاذ مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية. صباح الخير عليك يا أستاذ مصطفى. صباح الخير على حضرتكم فندم، أهلا وسهلا. يا أهلا بيك. في البداية كل الشكر من ناس كتيرة قوي، مش مننا بس، يعني لو حضرتك متابع السوشيال ميديا تلاقي ناس كتيرة قوي بتشكر حضراتكم على هذا الدعم اللي هتقدموه لعلا. ايه اوجه الدعم عشان برضو الناس تكون فاهمة احنا هنساعدها في ايه؟ هو في الحقيقة يمكن نماذج زي علا من المتفوقين دراسيا، ودايما بيبقى عندهم مشكلة في الظروف المعيشية، وده مش عيب الحقيقة. يعني احنا دايما شايفين الطالب المتفوق ده حق الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص دعمهم حتى يكملوا مسيرة تميزهم وتفوقهم، وده ان شاء الله اللي بنعمله مع علا وزمايل كتير بيها قبل كده الحمد لله. يمكن ده من المستمرين في هذا الدعم للقدرة على تفادي كل الظروف اللي بتقابلهم، وده ان شاء الله اللي نعمله معاها في التكفل بجميع المصروفات الدراسية، اي احتياجات ليها بشكل شخصي واسرتها، وده باذن الله بيكون مستمر على مدار الثلاث سنوات الثانوية العامة. وايضا ان شاء الله بنأمل ان هي تدخل كلية الطب، الحلم بتاعها الاكبر 7 سنوات بتقعد كلية الطب، هيكون في دعم مستمر بشكل شهري، اي مصروفات ليها بشكل شخصي في الكلية، مصروفات دراسية، باحتياجات للكلية، لان ده يمكن عندنا نماذج كتير الحمد لله على مدار الـ5 سنوات الماضية متكفلين بمصاريفهم الدراسية، فبنكون واقفين دايما باستمرار على بشكل مؤسسي على الاحتياجات الخاصة بالطلبة المتفوقين. وهنا دايما مش بنضغط على فكرة الدعم الخاص بالمصاريف الدراسية او الاحتياجات فقط، يعني محتاجاتها بشكل شخصي ايضا في زي خاص ليهم. دايما في كليات الطب والكليات القمة عندهم احتياجات كتير جدا في الادوات الدراسية، ودي بصراحة مكلفة، يعني قد تصل في السنة أكثر من 10 أو 12 ألف في بعض الاحتياجات بس اللي بيطلبوها للكلية وبعض الأمور الخاصة بالدراسة. فإن شاء الله على مدار الـ10 سنوات القادمة تكفل المؤسسة بأي احتياجات ليها، استمرار المتابعة من فريقنا في البحيرة، فريق مؤسسة صناع الخير في البحيرة بالتواصل معها ومع والدها إن شاء الله، بأي طلبات معينة خاصة بالعملية التعليمية بتاعتها، كمان لو طالبة تكمل إن شاء الله ماجستير والدكتوراه إحنا مستمرين معاها بعد الـ10 سنين. عظيم. يعني ما بنقطعش العمل فقط، إحنا بنعاوزين دايما نشجعها إن شاء الله تحقق المجموع في الثانوية العامة، إن شاء الله تدخل كلية الطب، كملي بعد كلية الطب عشان خاطر يكون ليكي فرصة سواء تعيين في الجامعة أو رسالة ماجستير ودكتوراه. وده شيء احنا كمان بنبقى عاوزين نفكر ابعد واكبر من فكرة انك لو عاوزة كمان في تواصل خارج مصر في بعض الدراسات او الابحاث، احنا ان شاء الله مستمرين معاك في هذه الجزئية، لان المؤسسة بتعمل على يمكن الدورات التدريبية كمان دلوقتي الطلبة كتير في الجامعات والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، اكثر من 140 الف طالب دورات تدريبية بعض الشركات الاجنبية، فدايما بنديهم امتيازات كتير جدا طالما احنا شايفين في تفوق وتميز زي النموذج علا دلوقتي. علا من الناس المتفوقه واللي تستحق الدعم، وكتير الحقيقه بالله القطاع الخاص بيدعم كل البرامج التعليميه ديت بمعايير معينه. يعني هو ده كان سؤالي لحضرتك يا أستاذ مصطفى، هل في شروط معينة تم وضعها يعني بخصوص دراسة أو استكمال دراسة ودعم دراسة علا، وحتى لو في حالات تانية زي علا هل في شروط معينة باستمرار الدعم؟ احنا ده يمكن دايما عاملين البرنامج بتاعنا بشكل سنوي، كل الطلبة المتفوقين ولديهم ظروف مادية صعبة شوية وغير قادرين على استكمال المصروفات الدراسية أو احتياجاتهم الدراسية بيتقدموا للمؤسسة من خلال صفحة المؤسسة أو الويب سايت، وبنبدأ ندرس كل الظروف ديت ونشوف مين فيهم الأولى بالدعم والاستمرار لبعض دفع المصروفات الدراسية. وهنا الحقيقة احنا يمكن كمان بنعمل جزء من تكريم الطلبة المتفوقين في الشهادة الإعدادية والثانوية بشكل سنوي، وبدأنا نعمل ليها معايير وشروط عشان يتقدموا الطلبة ليها،
لكن ده يمكن بنفرق بينه شويه وبين اللي محتاج دعم شهري مستمر. وده اللي ان شاء الله بنحاول نكبر الاعداد عشان نبدا نضم اكبر عدد ممكن من الطلبه غير القادرين عشان يستمروا في العمليات التعليميه، لان هم الحقيقه مستقبل البلد الفتره اللي جايه. عظيم. يعني اي حد متفوق وبيجتهد بهذه المعايير والاصرار على النجاح ده لازم الدوله تكون في ظهره، والمجتمع المدني. الحقيقه كتير جدا من الوزارات المعنيه بتكون وزاره التضامن والتربيه والتعليم ووزارات التعليم العالي مهتمين بالبرامج دي وبيشجعوا كمان المجتمع المدني على ان احنا يكون في تواصل مستمر عشان نختار افضل النماذج ونشجع غيرهم من الطلبه ان ما توقفش عند فتره معينه انا مش هقدر اكمل، لا كمل واحنا ان شاء الله في ظهرهم وهنساندهم لغايه ما يوصلوا لحلمهم ويحققوه. عظيم جدا. الدوله محتاجه النماذج دي الحقيقه الفتره اللي جايه. طيب حضرتك ذكرت انه في بعض الناس بتبعت للصفحه الخاصه للمؤسسه بتطلب دعم. طيب بالنسبه للناس تتواصل معاكوا ازاي؟ هل في طريقه اخرى للتواصل معاكوا؟ وهل احنا عندنا لجان يا فندم لرصد ومتابعه مثل هذه الحالات على السوشيال ميديا؟ في الحقيقه فريق عندنا لدرجه البحوث والتطوير داخل المؤسسه هم المتخصصين بالجزئيه ديت، وعندنا ثلاث وسائل زي ما قلت لحضراتكم، وسائل صفحه المؤسسه على الفيسبوك مؤسسه صناع الخير او الويب سايت الخاص بالمؤسسه او 15101 رقم الخط الساخن للمؤسسه يقدروا يتواصلوا معانا باعطاء بياناتهم للفريق الكول سنتر وفريق اداره البحوث والتطوير. بنبدا ناخد البيانات دي ونبدا ندرس الاكثر استحقاقا للدعم، وبنبحث درجاتهم والتفوق اللي وصلوا ليه. وده الحقيقه كان نموذج بالنسبه لنا على مدار السنوات الماضيه، طلبه كتير في كليات الطب بياخدوا دعم شهري لدراستهم وحتى في اجازاتهم، لانه بيكونوا عاوزين يكملوا بعض دراساتهم في الاجازات الصيفيه وبيبدا يكون لهم الدعم المطلوب. احنا كمان بنوصل لغايه الجامعات عشان ندفع بنفسنا ونتاكد ان يكون الدعم واصل للعمليه التعليميه. عظيم. انا عاوز حتى لو في بيوتهم بعض الامور محتاجينها لتطوير المعيشه او الاسلوب المعيشي بتاعهم داخل البيت، ده احنا بنعمل تطوير دلوقتي مع بالتعاون مع مبادره رئاسيه حياه كريمه، بنطور بعض المنازل للطلبه المكفوفين او الطلبه الغير قادرين، وده بيكون حقيقه الظروف المعيشيه صعبه شويه، يعني حتى لو طورت الطريقه الدراسيه ودفع المصروفات هناك ايضا حياه ادميه لازم في جوانب اخرى للطالب عشان يقدر يكون الظروف المنزليه او المعيشيه مع الظروف الجامعيه او الدراسيه كمان مناسبه ليهم للتاهيل او للوصول للمرحله الدراسيه النهائيه. طبعا يعني الحقيقه مجهود يحترم وجزاكم الله كل خير، وفعلا زي ما حضرتك قلت احنا محتاجينهم، البلد كمان محتاجاهم. وبما انه في طالب عنده استعداد انه يتفوق وينجح ويعمل اللي عليه فاكيد هو كمان يستاهل الدعم. بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسه صناع الخير للتنميه.